أعزائنا متابعي طقس العرب، أهلا وسهلا بكم في نشرة جوية جديدة أتحدث من خلالها عن آخر تطورات المنخفض الجوي المتوقع في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي. دعونا أولا نجيب عن السؤال الأكثر تداولا هذه الأيام، هل ستعطل الثلوج الأيام القادمة؟ الإجابة هي نعم، الثلوج ستزور المملكة خلال الأسبوع القادم، حيث يتوقع بإذن الله أن تعود الاضطرابات الجوية من جديد إلى المملكة اعتبارا من ساعات مساء يوم الجمعة، تتمثل بكتلة هوائية باردة شديدة البرودة قطبية المنشأ تجلب مع الأمطار الغزيرة ودرجات الحرارة المنخفضة. الآن دعونا نستعرض معكم حركة الكتلة الهوائية القطبية والتي يتوقع أن يبدأ تأثيرها اعتبارا من مساء يوم السبت، حيث يتوقع أن يرتفع قيم الضغط الجوي بمنطقة المغرب العربي وبغرب القارة الأوروبية، يندفع على إثر كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة باتجاه البحر الأسود والأراضي التركية، حيث يتوقع بإذن الله أن تتكاثر السحب يوم السبت وتتفرق الهطولات المطرية على العديد من مناطق المملكة. يوم الأحد بإذن الله يتوقع أن يتشكل منخفض جوي فوق أراضي شمال سوريا. هذا المنخفض الجوي يعمل على اندفاع للكتلة الهوائية القطبية والشديدة البرودة باتجاه الحوض الشرقي المتوسط، حيث يستمر هطول الأمطار بإذن الله على العديد من مناطق المملكة وتسجل درجات الحرارة مزيد من الانخفاض وتتحول الهطولات من مطرية إلى ثلجية في المرتفعات الجبلية العالية. يوم الاثنين بإذن الله يتوقع استمرار لتدفق الهواء القطبي البارد إلى المنطقة لتسجل على إثر درجات الحرارة مزيدة من الانخفاض وبالتالي تشمل الثلوج مناطق إضافية من المملكة، ويتوقع بإذن الله أن تستمر الكتلة الهوائية القطبية الشديدة البرودة بالتأثير على المملكة حتى نهاية الأسبوع القادم. وعليه يمكن تلخيص الأحداث الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم بالنقاط التالية، حيث سيسجل انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وأيضا يتوقع ازدياد فرص للأمطار اعتبارا من يوم السبت، وأيضا تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج اعتبارا من مساء يوم الأحد وتزداد فرصته على العديد من المناطق اعتبارا من يوم الاثنين. ويتوقع أيضا بإذن الله أن يترافق هذا النظام الجوي بهبوب رياح شديدة قوية قد تصل سرعتها أحيانا إلى 90 كيلومتر في الساعة خاصة على المناطق المفتوحة، ما يعمل على إثارة الأتربة والغبار. كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة، وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى زيارة موقعنا arabiaweather.com وتحميل تطبيق موقع طقس العرب على الأندرويد والآيفون، ودمتم في رعاية الله وحفظه.